بسم الله نبتدي بدا ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بنتكلم النهاردة عن أربع حاجات عايزين نفرق بينهم. أول حاجة الوصية، تاني حاجة العطية، بعد كده الهدية والهبة. إيه الفرق بينهم؟ كل واحدة فيهم هنعرفها ونوضح إيه الفرق بينهم، وإمتى ممكن نقول ده ينفع نعمله وده لا يجوز اللي احنا اصلا نفكر نعمله. اكيد هنعرف اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل وحبيبي واخويا اللي دايما منورني واضافه دايما لدنيا ودين، الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا معالي الدكتور محمد، بارك الله فيك واطلق الله بالحق لسانك وغفر الله ذنبك وجعلك دائما وابدا في مكانة عنده مرموقة وعند الخلق محبوبة. ربنا يحفظك نحن وكل المشاهدين المحترمين وإياك إن شاء الله مولانا. يا رب يا حبيب، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا رسول الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وقطرات الماء وذرات الرمال، وعدد من صلى على سيدنا محمد وعدد من لم يصلي على سيدنا محمد، وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واجعل لنا من بركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة، وارزقنا من بركاتها سترا وقبولا وتوفيقا ونجاحا ونجاحا وغنى وعافية يا رب العالمين. يا رب. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. هبت نسائم الخير ونسائم البركة ونسائم الرحمات، ونشتم عن كثب شهر رمضان المبارك وراحة شهر رمضان المبارك. حضرتك سألت سؤال، ما الفرق بين بداية الوصية والعطية والهدية والهدية، ما شاء الله عليك يا دكتور، ولا أعظم قوافي ما شاء الله حضرتك لما حفظهم لي قبل ما نبدأ. يعني ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. الله يكرمك. تفضل يا مولانا. الوصية هو ما يوصي به الإنسان حال حياته، وعايز أقول بس هنا بداية كده، الوصية يا جماعة أن يوصي الإنسان إلى واحد من أقاربه أو من أبنائه، سواء يرث أو لا يرث، وكل واحدة فيهم لها حكم. جميل. والوصية تختلف عن الوصية الواجبة. تمام. الوصية اللي هي في المطلق كلمة مطلقة، في وصية، في وصية، وفي وصية واجبة. الواجبة لابد من تنفيذها، لابد من تنفيذها. تمام. ودي مفروض لابد أن يكون كتابين ولا مش شرط برضو؟ لو تكتب تكتب أو يوصى بها مش شرط برضو. والقانون المصري يعمل بالوصية الواجبة، يعني تمام. لو مثلا واحد مات وله أولاد وأبوه وأمه عايشين، تمام، فهنا القانون المصري بيدي للأولاد دول الحق إذا مات الجد بقى أن يرث أبناء هذا المتوفى الوصية الواجبة. تمام. لأن هم طبعا اللي المفترض أن هم لما مات أبوهم الوارث اللي هو الجد عايش، يبقى الميراث لسه في حوزته. صحيح. هو موجود. فلا يرثون. القانون المصري بيعمل بالوصية الواجبة ويعطيهم حقهم في حدود الثلث، لكن تمام. الوصية إن أنا أقول مثلا، وهذه جائزة في حياة الإنسان، لكن لها شرط ألا تكون زيادة عن ثلث الميراث. يعني اضرب لي اضرب لك مباشرة كده، صل على سيدنا النبي. هنضرب مثل عليه الصلاة والسلام، لكن استأذنك وناخد معنا أول اتصال. معنا أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك. يا أهلا بيك يا أستاذ محمد، اتفضل. بس كان عندي سؤال، اللي هو التدريجة بتاعت الشباب بتاعت الأيام دي، الإيه يا فندم؟ الحلقة بتاعت الشباب بتاعت الأيام دي بتبقى حرام ولا اللي هي أصل الشعر يعني؟ بتاعت الأيام دي بتاعت الشباب. حاضر حاضر يا فندم. حاضر والله انا حاضر يا فندم. شفت فيديو لسه شايفه النهارده وقت صلاه الفجر كده، كان في الدوري السعودي في 2012 تحديدا، الفيديو موجود على اليوتيوب، ان وقفوا المباراه وجابوا مقص، كان حد عامل عمليه اللي بيقولوا عليها القزع، قزع. نعم. تمام. نعم. وساوي الشعر يعني. فهل نعم. الموضوع يستحق؟ لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ان يحلق الانسان بعض راسه ويترك بعضه.
تمام. لابد ان هو يجعل كل الرأس متساوي او في حتى عملية تدرج، لكن انه يبقى بشكل ملفت هذا من دأب اليهود او يعني فعل غير المسلمين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن التشبه باليهود او بغير المسلمين. تمام. فهذا لابد ان ينتبه الشباب اليه. في بعض الحاجات التانية اللي هي زي بيسموها الكيرلي وغيره. أيوة. وبيبعت لي بعض الشباب هذه الصور. الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يرى عبده متميزا عن أقرانه. يعني خليك زيك زي الناس طبيعي. لا تكن ملفت للنظر. أيوة. ولا تكن متشبه بغير المسلمين، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يعني سيدنا النبي لما دخل عليه رجل في يوم ومش مشرح، مش يعني ما فيش، مش مهذب شعره ومش مسرحه، سيدنا النبي قال إيه؟ قال من كان له شعر فليكرمه. لابد تكرم شعرك، يبقى شكله مهذب، شكله بالزبط. طيب، لكن القذع وذلك فذلك حرام ومنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الفقرة الأولى بتبقى بسيطة خلاف الفقرة الثانية، فعايز يعني أكبر كمية معلومات في الجزئية دي تحديدا. الوصية، ثلاث نماذج مثلا الوصية. حلو قوي. تمام. الوصية ان واحد يوصي يقول هذا الولد من اولادي وهو وارث، خلي بال حضرتك في النقطة دي. تمام. هذا الولد من اولادي وهو وارث، له عندي ثلث التركة. تمام. او اقل من الثلث. خلاص، او هو يملك 300,000 جنيه، فقال الولد ده لي 100,000 جنيه. تمام. غير الورث بتاعه. ده جائز، ده جائز اللي هو الثلث. الثلث تمام، فيما دون الثلث او دون الثلث اجاول نصف التركه لي. لا لا يجوز ده بقى الا بموافقه الايه، الورث. طيب التركه كلها لي؟ لا برضو لا يجوز. طيب هم ثلاث اولاد وكلهم اتعلموا زي بعض واتجوزوا زي بعض وصرفت عليهم زي بعض والكلام ده، هل يجوز اروح اخصص واحد فيهم او واحده فيهم كده على هوايه قريبة شوية لقلبي أو قريب شوية لقلبي، هديله تلت التركة؟ نعم. كوصية. أنا ظلمت كده ولا ما ظلمتش؟ إذا كان يستحق هنعرف، لكن أستأذنك. نعم. هناخد معنا أستاذة منا. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. أنا كنت عايزة أسأل حاجة بس مش عن الكلام بتاع الحلقة، يعني ممكن؟ اتفضلي، تحت أمرك تحت أمرك. هي الرقية الشرعية يا شيخ، لو حد قراها بشكل غلط ممكن تعمل تأثير سلبي على بني آدم؟ يعني ايه بشكل غلط؟ يعني قرأ القرآن غلط ولا استدل بآيات تانية ولا ايه؟ قصد حضرتك ايه؟ يعني غلط ايه؟ غلط. غلطت مثلا في الآية مش عارفة تجمعيها كويس، قراتيها خطأ؟ لا، مثلا لو حد قراها عليا. تمام. او حد كان قايل لي ان ده شيخ وطلع مش شيخ. تمام. فهل مثلا انا في عواقب عليا ولا؟ انت سمعتيه إيه؟ بيقرأ حاجة غير القرآن يعني؟ لا، هو كان بيقرأ في سره. بيقرأ في سره. اه. طيب، حاضر. تمام، حاضر، شكرا جزيلا. معانا ام منى. اهلا بيك يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام منى. حضرتك دلوقتي هو جوزي يعني مبسوط ماديا. تمام. وعنده عقارات وعنده بيوت وعنده محتفل بس. ربنا يزيده. وتجارته وكده، بس هو احنا مش ما عندناش ولد، عندنا ثلاث بنات. تمام. ينفع نكتب للبناتنا يعني حاجة ابوهم ديت بيع وشراء؟ عشان هو عنده اخوات صبيان، مش عايز، هو مراضي اخواته، مراضيهم مراضية حلوة قوي كويسة، بس عايز الخير بتاعه ده كله لبناته. هل ده حرام ولا يكتبه ولا ايه حضرتك؟ حاضر. حاضر يا فندم. حاضر. اهم سؤال عندي في الحلقة كلها النهاردة هو سؤال ام منى. نعم. اللي هو السؤال ده، لان السؤال ده واقع 100% وفي بيوت كتيرة جدا. نعم. جدا، وبيقولوا قال الله وقال الرسول، وكل شيخ أحيانا بيفتي على هواه، واللي بيسمع الفتوى بقى عايز يأمن مستقبل أولاده، فبيمشي لو 10 قالوا لا واحد قال يجوز بيروح للي قال يجوز ده. أيوة. أكيد هنجاوب ونسمع من مولانا، لكن أستأذنك حبايبك كتير طبعا. معانا أستاذة روان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. معلش أنا عندي سؤال سريع بس للشيخ. اتفضلي. انا دلوقتي كان في ورث بيني وبين اخواتي، والحقيقه كان خناقات وحاجات كتيره جدا بينا ومشاكل، وانا وعلاقتي بيهم كانت كويسه. لما تمام. الورث ده اتقسم علينا للاسف، هم ما بقوش قطعوا الصله بيني وبينهم تماما، رغم ان انا ما خدتش الورث يعني اللي يجوز ان انا اخده كاملة، وضحيت وقلت مش مشكله. تمام. ودلوقتي هم رافضين تماما التعامل معايا، وانا يعتبر ماليش غيرهم. هل انا دلوقتي اعمل ايه؟ وعليا وزر ان احنا خلاص بقطع علاقتي تماما، ولا اعمل ايه؟ حاضر. حاضر يا استاذه روان. ناس كتير جدا ايضا زي حاله استاذه روان كده، الامور بتبقى سمنه على العسل زي ما بيقولوا، وكله تمام. اول ما بنيجي نقسم الورث
بعد ما كنت انت الحلو بقيت انت المالح للاسف، ده اللي بيحصل يعني. خليني ابدا بسؤال ام منى، عندها ثلاث بنات ربنا يحفظهم ويسعدهم، جوزها مبسوط ماديا، مستخسر ان اي جنيه يروح لاخواته او لحد غريب تمام باستثناء بناته، فممكن يكتب كل ورثه للثلاث بنات؟ لو هو فقير دلوقتي وما عندوش اموال ايوه وتوفي، مين اللي هيشيل مسؤوليه الولاد دول يا دكتور؟ مين اللي هيشيل مسؤوليه الاولاد تمام دول؟ مش هم الورثه اللي هم اهله اللي هو عايز يحرمهم اذا فعل ذلك؟ خلينا دائما وابدا نعمل بشرع الله سبحانه وتعالى ونطبق كلام ربنا عشان نرتاح. إذا أراد أن يعني ينفذ هذا الكلام هو ملوش غير سبيل واحد بس، أيوة، اللي هو الهبة، أنه يهب لكل بنت ما يرضي قلبه في حال حياتي، دي اسمها الهبة، تمام، ويترك باقي الورث يوزع بشرع الله سبحانه وتعالى، تمام، أو يعمل حاجة تانية مهمة جدا، دي برضو مهمة اسمها التخارج يا دكتور. التخارج ده يعني إيه؟ يعني بجيب إخواتي اللي هم لهم حق في الميراث بعد وفاتي، بقول لهم يا جماعة أنا محتاج أدي لكل بنت شقة وهم الثلاث شقق اللي عندي، جميل، فأنتوا إيه اللي يرضيكم من المال السائب؟ أيوة، أديه لحضراتكم في حال حياتي وأعمل عملية التخارج، والبنات اكتب لهم في حال حياتي هبة او هدية. الهبة والهدية هم يجوز ان انا في حال حياتي هو بعيد عن الوصية، بعيد عن الايه؟ طيب عن الوصية. طب ما هو كده الامور مفتوحة، او يعني بالبلدي كما بيقول عايمة، بمعنى ايه؟ هكتب هبة ليهم، الموضوع هيبقى هبة ليهم أو هدية، في حال أو هدية. نعم. طب ما أنا ممكن أديهم كل الكلام ده، خدوا يا جماعة ده هبة وده هدية، لا، وكأني لفيت ودرت لا على نفسي، لا، تمام، ويعني إيه بقنن الدين لحسابي. صلى على سيدنا عليه الصلاة والسلام. الفيصل هنا نيتك، نيتك تمام. أن تحرم باقي طيب. الورثة أم لا؟ حضرتك قلت الوصية لازم التلت ما تزيدش عنها. نعم. طيب الهبة أو الهدية تبقى العطايا اللي في حال حياة الإنسان، لكن العطية بيقال في مرض الوفاة اللي هو قبل ما يموت على طول، قبل ما يموت. طب ما انا ممكن اوزع الورث بصورة هدية او هبة بالشكل ده، ممكن اعطي ما اشاء في حال حياتي، تمام، ادي اللي اشاء، لكن لا احرم الباقي، ولا يكن في نيتي ان احرم بقية الورث، تمام، خلاص. أيوة. كده لا يكن في ضميري ان احرم بقية الورث. ايوه، المشاهدين المحترمين يركزوا قوي على الجملة دي، وخصوصا الناس اللي بيمروا بالموقف دي. نعم. ما يبقاش في النية 1% اللي انا بدي الهدية او العطية بحيث ان انا احرم باقي الورثة. احسنت، ربنا يفتح عليك. علشان ده 100% او 99% هو ده اللي بيحصل، بس بيبقى الموضوع عشان احجز الورث ده عن الباقي. الله سبحانه وتعالى يحاسب على النيات، وسبحانه قال انما الاعمال بالنيات. فلو كان يضمر في نفسه ان يفعل الهدية او يعطي لحرمان الاخرين تمام. فذلك جزاؤه جهنم عافانا وعافاكم الله، انه ظالم. يا الله، لابد أن ننتبه لهذا. تمام. لكن أنا أعطي في حال حياتي هدية لابنتي هذه لظروفها، أو ولدي هذا لأنه ساعدني في التجارة وكيت وكيت، هذا لا حرج فيه مطلقا حال حياتي. تمام، خدت بال حضرتك؟ عند الوفاة، في مرض الوفاة بتسمى العطية. تمام. ودي العلماء قال لك يجوز، لكن بإجازة الورثة. تمام. يعني إيه؟ أنا جيت في حال الوفاة قمت قايل يا جماعة ادوا لمحمد ومحمود كل واحد 200,000 جنيه، جميل، دول يزيدوا عن تلت التركة، قال لك نرجع للورثة الأول إذا طيب. أجازوا بعد وفاته أمضوها، جميل، وإن لم يجيزوا توقفنا وأعطيناهم في حدود الثلث فقط. تمام. ربنا بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. وأقدم المال على البنون. نعم. تمام. فتنة لما نكون احنا 5 أولاد زي بعض بالظبط. نعم. الاب صرف على الجميع بالتساوي، ما فيش حد احسن من حد، ولا حد من الاولاد قدم خدمة للاب عن التاني. نعم. واجي اكتب النهاردة الوصية تلت، ده انت لو شفت ابوك بيبوس اخوك وبيحضنه بزيادة كده وبحميمية بزيادة، انت بتزعل من جواك. أحسنت. او امي ده انت بتحب اخويا اكتر مني. فتخيل المال اللي هو اصلا اعز من الولد، المال والبنون ربنا قدمه. نعم. عن الولد. أحسنت. في اللحظة دي لما يكتب هو كده ما بيخلقش كره وبغيضة بين الاولاد؟ طبعا بيعمل ضغينة. تمام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله اشهد على هذا، قال تمام. ما هذا؟ قال نحلت ولدي نحلة. أيوة. فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت كل ولدك مثله؟ أيوة. قال لا، قال فإني لا أشهد على زور، لا أشهد على ظلم. تمام. هذا ظلم، فلابد أن
زي ما سيدنا النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، لابد ان يكون هناك عدل بينهم. اذا ميزت فليكن هناك سبب واضح والكل يعرف هذا السبب والكل يقره حتى لا يحدث بين الاخوه شقاق وقطيعه كما سمعنا الان. ربنا يحفظك مولانا. استاذنك معنا استاذ صلاح، اهلا بيك. يا اهلا بيك يا استاذ صلاح، اتفضل يا فندم. استاذ صلاح معنا؟ طيب معانا استاذه اسراء، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا جارتي حلمت بيا حلم ان خالتي بتقول لها شفتي اللي حصل لاسراء، فبتقول لها ايه اللي حصل؟ بتقول لها كانت بتقرا قران في الحمام وطلع لها جن. تمام، ده حلم يعني؟ تمام. فجارتي حلمت بقى، يعني كملت الحلم بان هو شافته وهو بيعمل معايا علاقه. تمام. وكانت شايفه شخص يعني خيال اسود. تمام. بس وهي فسرته، يعني فسرته بحاجه غلط، فهل ده برضو يعني؟ حاضر، هجاوب حضرتك. ليه تفكير مختلف ولا ايه؟ حاضر. وجارتك شغاله ايه يا استاذه اسراء؟ مش شغاله. طب بناء على ان هي فسرته يعني؟ دخلت على جوجل فسرته. تمام، الشيخ جوجل، مظبوط. حاضر، شكرا جزيلا. طيب من الشيخ جوجل بقى خلينا نروح لمولانا الفاضل والجليل احد علماء الازهر الشريف الشيخ عيد اسماعيل، اتفضل يا مولانا. اذا راى الانسان رؤيه فيه او حلم فيه، مش هقول بقى رؤيه لان الرؤيه دي بتبقى شيء طيب يعني، لكن اذا راى الانسان شيء فيه سوء او راى حلم فيه ضرر له او ضرر لغيره فلا ينبئه به، فلا يخبره به، وليكتمه وليستعذ بالله سبحانه وتعالى ثلاثا، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث ثلاث مرات ويستعذ بالله، فإن ذلك لا يضره إن شاء الله. تمام. يستعيذ بالله من شرها، إن رأى خيرا أذاعه ونشره. تمام. يعني للأحباب. أيوة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان إنسان عدو مبين. فالإنسان إذا رأى رؤيا خير سأل الله خيرها وأسر بها إلى المحبين المقربين الصادقين له، إذا رأى شرا فليكتمه وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تصيبه إن شاء الله. ولا تفسر، مش عايزين يا جماعة احنا نجتهد ولا ندخل على جوجل ولا نفسر الرؤى اللي ملهاش يعني ملهاش تفسير إلا بالسوء، لا نفسر ذلك، فإنه كما يقال يعني الرؤيا معلقة بقدم طائر، متى فسرت وقعت. جميل. احنا نتجنب ذلك لعدم الوقوع في المشاكل اللي عفانا عفاكم بإذن الله تعالى. استأذنك معنا أستاذة مشيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا فندم. والله أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ بس على حاجة يعني في الشرع وكده. تفضلي. والله أنا واخدة حكم خلع واجب النفس بالقوة الجبرية لي 4 سنين، خدته يوم 21/1/2020. تمام. راح هو طلقني غيابي وكان حاضر في الحكم وكان رفع عليه طاعة في نفس الوقت. اترفضت، راح طلقني غيابي وكيل المأذون محمود عبد العزيز في جنة، الوكيل بتاعه مش كويس، وانا مبلغاه في تليفون المحامي قبل ما الغيه، قلت له انا رافعه قضيه خلع اوعى تلعب لعب عشان ده قريب والدتك. راح طلقني غيابي قبل الحكم بيومين 19/1/2020 وردني غيابي برضك 1/2/2020. عملت الحكم دخلته كلهم عليا متفق مع المحامين. يا استاذه مشيره، السؤال ايه مباشره؟ السؤال ايه؟ انا عايزه اطلع البطاقه مطلقه، والقاضي كله قال لي لازم تطلع مطلقه، عايزين يجوزوني في البطاقه، وقالوا لي لو طلعوها لك طيب متجوزه هتدخل السجن. طيب هو بص يا حاجه مشيره، الموضوع فيه شق قانوني، الموضوع فيه شق قانوني. تمام. فيعني هيبقى بعيد شويه، يعني ايه دايما يعني دكتور القلب اكيد هيكشف على القلب. حسنت. تمام. ميكانيكي العربيات هيشوف العربيه، مولانا الفاضل والجليل فتوى هيقول حرام وحلال، لكن شق قانوني احنا بعيد شويه. وربنا يحفظك والامور تهدى بينكم يعني، وخصوصا لو كان بينكم اولاد يعني. معانا الحاجه ناديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ بخير، ربنا يسعدك. وحشنا صوتك والله يا حاجة نادية. نعم. وحشنا صوتك، ربنا يحفظك والله ويسعدك. والله وانت كنت وحشني جدا يا دكتور، ربنا والله ربنا يحفظك يا أهلا وسهلا بالعالم الجليل اللي مع حضرتك. أهلا وسهلا. كلامه كله جميل ومفسر ما شاء الله. بارك الله فيك. والبرنامج الله أكبر ناجح وجميل، إن شاء الله يستمر كده ويفضل
موجود معانا بالفتاوي الحلوه وكل الكلام الجميل على قديمه بقى. حاجه ناديه بقى، سؤال بقى ان شاء الله. حاجه ناديه ايوه على قديمه بقى مظبوط. ايوه ان شاء الله. اه مش كنا قبل كده واخدين، استغنى عنكم كل يوم، مش كنا واخدين قبل كده افضل برنامج ديني اجتماعي في مونديال القناه الاعلام سنتين على التوالي؟ ما شاء الله. قلنا نكمل المسيره بقى ان شاء الله. كان جميل، كان ربنا جميل برضه زي ده والله. ربنا يحفظك ويسعدك. يقعد خمسه في وش العدو، ايه رايك؟ ربنا يحفظك يا رب. عايزه اسال سؤال دلوقتي، انا دخت في صله الرحم. تمام. اختي الكبيره، انا ليا كان اخت ثانيه وتوفت، اختي اللي اتوفت دي كانت يعني بالنسبه لي توأمي. تمام. فالكبيره دي كل ما نقرب منها لازم يحصل مشاكل وحاجات مش حلوه يعني. تمام. فانا غلطت فيها يعني، انا اخر مره جبتها لحد بيتي، انا مريضه ما بقدرش انزل، فجبتها وقعدت معايا وكله ونبقى معاها حلو قوي. مره واحده تروح قطعانا واولادها ما تكلموهاش وما تكلموش ولادها. انا غلطت وانا ماشيه بالدين وبسال عليها وكل، انا غلطت فيها، يبقى ده حكم عليها هي ولا عليا؟ بإذن الله. حاضر، تحت أمرك، أكيد هنجاوب عليكي. وأستاذن مولانا ونستأذن المشاهدين المحترمين، هنكمل أسئلة حضراتكم ونجاوب عليها إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل في دنيا ودين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأرض التي أقف عليها والتي ترونها الآن في موقع العمل، نسبها إلى ذاته. قال سبحانه وتعالى، هو أصدق من قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي حدث العالمين بهذه الآية المباركة، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله نسب البيوت، هذه البيوت، هذه المساجد إلى ذاته، وأخبرنا أن القرض يكون لذاته سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ منك، يأخذ منك ليربيها لك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها لك، فتجد الصدقة الصغيرة جبلا عظيما من الحسنات يوم القيامة، لأن الله هو الذي رباها لك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، حينما قدمنا إلى هذا المكان، إلى قرية أبو ستة أبو الهول، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية، سألتهم: أين تصلون صلاة الجمعة؟ قالوا: في هذا المكان، بلا سقف، بلا غطاء على رؤوسهم، في الشمس حر، وفي الشتاء ربما المطر يصيبهم. نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام ربكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. يا سلام لو جات لك نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركات بصدقة. الصدقة تطفئ غضب الله، الصدقة يغفر الله بها الخطايا، الصدقة يشفي الله بها المرضى، الصدقة يفرج الله بها الكروب ويزيح بها الهموم. الصدقة هي بابك إلى جنة الله، يسير المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق وكل من تصدق. الأرقام على الشاشة قدام حضراتكم، ساهم وبسرعة، ولا تؤخر ولا تسوف ولا يسول لك الشيطان تأخيرا، فإنه إذا ما نوى الإنسان صدقة فتح له الشيطان 70 بابا. فبادر واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين. شفنا مولانا الفاضل والجليل
شيخ عيد اسماعيل في مجمع التوحيد، وبنقول مساحة المجمع بما يقرب من 700 متر، فأكيد محتاجة دعم الناس وأهل الخير اللي بتفرجوا علينا، محتاجين حديد لسه، محتاجين أسمنت، محتاجين رمل، محتاجين زلط، محتاجين حاجات كثيرة جدا علشان يتم اكتمال البناء على خير بإذن الله. طيب أي حد عايز يتواصل النهاردة للمساهمة في مجمع التوحيد بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، بيكون من خلال أيضا مؤسسة عمر ابن عبد العزيز، أيا كان مكانك فين هبعتوا لك المندوب بإذن الله. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الوصية والعطية والهدية والهبة، الأربع حاجات اللي بنتكلم عليهم النهاردة. تخيل الإنسان ممكن يدي لأولاده، ممكن يدي هبة، ممكن يدي عطية أو هدية أو أيا كان نوع الوصية اللي هو كان أوصى بيها، ودايما باصص خايف على أولاده والناس اللي منه وناسي نفسه شوية. طيب بعد ما يموت ممكن أولاده دول خلاص افتكروش الأب أو الأم أو الجد والموضوع بالنسبة له كذا. تخيل هو ممكن يحرم نفسه وممكن يدخل في دائرة الشك ودائرة الحرام ودائرة الظلم رغم حبه لأولاده، بس بعدم وعي وعدم فهم. تخيل يبقى أنت تحرم نفسك علشان خاطر أولادك، وفي النهاية النتيجة بالنسبة لك كحسنات صفر أو ماينس اللي هو تحت الصفر، لأنك ممكن تكون ظلمت كمان. وزي ما كان السؤال اللي هو ثلاث بنات وممكن يكتب كل الورث للبنات علشان يحرم إخواته، فدخل في حتة كده فيها حرمانية زي ما قال الشيخ عيد. طيب ما أنت قدامك تعمل أعمال خير وتكرم بناتك وتكرم إخواتك ويبقى كله سعيد زي ما بنقول، كله مرضي. وفي النهاية أنت رقم واحد في الرضا، أنت أكتر واحد هتبقى مرضي لما تعمل حسنة أو صدقة جارية النهاردة ليك وتبقى مستمرة بعد ما تموت، لأن بعد ما تموت الله أعلم اللي أنت علشانهم وزعت التركة وبقت خاصة بيهم هيفتكروك ولا لأ، الله أعلم. فشيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه واحنا عايشين، علشان في حالات احنا بنشوفها ونماذج في المجتمع للأسف، أب يكتب كل ورثه لأولاده ويجي في نهاية عمره الأولاد خدوا الورث وصرفوا الورث وامتنوا عن زيارة الأب، متخيلين؟ بقى عايش يا عيني بعد ما ضحى بحياته علشانهم، خرج منها كما خلقتني يا مولاي، للأسف يعني. أكيد هنسمع رأي مولانا الفاضل والجليل الشيخ عيد، تفضل يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تمام. لابد أن ينتبه الإنسان إلى أنه ربما الزوجة تكون عدوه وهو لا يدري، تعينه على معصية. يعني أنا بشكر أختنا اللي سألت الحقيقة وقالت إن في كيت وكيت وكيت وخايفة على زوجها. أخت اتصلت بي قالت زوجي كتب لي نص البيت، تمام، وبعد وفاته أنا رجعت نص البيت تاني لأن في ولد من الزوجة الأولى. يا الله، إيه الجمال ده، يا الله، إيه العظمة دي يا دكتور. يعني قالت أنا أنجيه من النار، هو كان بيحبني. أيوة. وربما فعل هذا بدافع الحب، مع إنه عمل حاجة شرعا جائزة، اللي هو إيه، أهداها في حال حياته. تمام. وملكها في حال حياته هدية. جميل. إيه رأيك؟ صحيح. وساب النص البيت وبقية المال مشاع بين يعني الأرض. يحق لها قانونيا 100% أصبح ملكها وشرعا وشرعا كمان وشرعا وشرعا، لكنها قالت أريد أن يظل بيننا وبين الزوجة الأولى وبين هذا الربيب اللي هو ابن الزوجة الأولى، يظل بيننا الحب. وخشيت، مع أن ذلك شرعا كان، خشيت أن يكون ذلك فيه حرمة. تمام. وخشيت أن يكون زوجها في النار. إيه الجمال ده. عارف دي من ضمن كده سلسلة نساء كانت زمان أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها خارج من البيت تنادي عليه تقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خيرا من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. النساء دول هم اللي أسسوا دولة الإسلام بأن هم خرجوا جيل من الصحابة العمالقة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكبار الصحابة الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة، أصبحوا كبار الصحابة ذلك وقادوا الأمة. إذن هي القضية دكتور، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. رب بناتكم على القرآن والسنة، ربوهم صحيح. على الخوف من الله. وبعدين الرسالة الأهم اللي عايزين نوصلها،
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، لا ينقصوا شيء من أجرهم من عملهم الله. وربنا يبارك في أولادهم صحيح. ويبارك في مالهم. هم الغلام أو الغلامين اللي كانوا في سورة الكهف. الغلامين دول هم كانوا عبارة عن قال لك الجد السابع وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذه رحمة من الله، لأن هذا الرجل كان رجل صالح وادخر هذا الكنز، فربنا سبحانه وتعالى برضو يشيل الكنز ده لمين؟ للأولاد لهم الأحفاد الصالحين تمام. اللي هم الأحفاد دول نفعهم صلاح أبوهم. إذن الإنسان لا يفكر يا دكتور في قضية أنه تحرم الأولاد أيوة. وما أدراك، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ترك أو أنفق كل ماله في سبيل الله أيوة. بيته جعله في لبيت من المسلمين، ماله وزعه على فقراء المسلمين تمام. زوجته فاطمة قال لها تعيش معايا في غرفة أقل ما يعيش واحد من المسلمين ها موافقة؟ قالت له موافقة، أنا معاك، الحياة حياتك والموت موتك تمام. معاك في أي حاجة. تخيل لما يموت ويسيب أولاده وهم فقراء وفي الدولة الأموية هشام بن عبد الملك أيوة. يترك أولاده أغنياء عندهم الضيعات والبساتين والأموال والملايين تمام. قال أحد الشهود، شهود العيان قال رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله من مالهم الخاص تمام. الله. وأبناء هذا يتسولون في الطرقات. لا إله إلا الله. أكيد لمن الملك؟ عمل الخير يا مولانا، ربنا يحفظك، هو اللي بيفضل نعم. وكان أبوهما صالحا، يعني في الروايات بتقول إن هو كان الجد السابع نعم. فدايما عمل الخير مستحيل يروح أبدا طبعا. أبدا طبعا. اللي يقول لك افعل الخير وارميه في البحر، لا والله قال يعني لو اترمى في البحر هيرجع لك تاني والله، لان ميه البحر احيانا بتعود مره اخرى، والكلام ده في كذا صوره يعني لا. مفيش خير ابدا بيروح طبعا. ابدا. بس امتى الخير يرجع لك؟ اكيد بميعاد، ممكن بيرجع لك في وقتها بس بصوره تانية وبشكل تاني كنوع من الستر. فعلشان كده بنفكر حبيبنا اللي بيتفرجوا علينا ان ده مجمع التوحيد الاسلامي بإذن الله تعالى، يا هناه اللي له نصيب إن ربنا يستعمله في حاجة زي كده، ويكون له يعني نصيب في عمل الخير في حاجة هتكون دايما مستمرة معاه. قاعدين نتكلم عن الهبة والوصية والعطية والحاجات الجميلة ديت، فبقول خليك دايما يعني خليك مستثمر ذكي، استثمر مع المولى تبارك وتعالى ومع أولادك ومع نفسك، وخيركم لأهله تمام. ومفروض اللي مالوش خير في نفسه مستحيل يكون له خير في حد صحيح. فانت ما تحرمش نفسك وتدي النهاردة لأولادك وتفضلهم عليك علشان يبان اللي انت بتحبهم واللي انت حنين عليهم ان هم اهم منك، والكلام ده كله مقبول، لكن ما يبقاش في اطار خارج عن الشرع. فتخيل انت بقى لما ترضيهم النهاردة وتعمل عمل خير والكلام ده، والموضوع يكون باقي ليك بإذن الله سواء في الدنيا او في الآخرة. ربنا يا رب يحفظكم جميعا. ده مجمع التوحيد اللي موجود في قرية ستة أبو الهول في صان الحجر بمحافظة الشرقية. أهالينا اللي هناك منتظرين على أحر من الجمر زي ما بيقولوا يعني كده، إن إمتى هنصب السقف، بيكلمونا عايزين إن شاء الله، فبنقول لهم بإذن الله قريبا. وبعدين إحنا بنكلمهم بثقة ويقين في المولى تبارك وتعالى كأن بكرة هنروح نصب. جايبين الثقة دي منين؟ جايبينها من المولى تبارك وتعالى اللي كرم في خلال 3 شهور عشان تشوفوا الصرح العظيم اللي قدامكم والمساحة دي تبقى بالشكل ده، أكيد هيكرم إن شاء الله. لأن إحنا ماشيين في عمل خير، دايما اتربينا على حاجة كده، كلمة اتقالت وأحيانا بتشوف هل الكلمة دي صحيحة ولا مش صحيحة، بس مع تجارب الحياة والمواقف بتكتشف مدى صدق الكلمة أو المقولة اللي اتقالت دي. يقولك دايما ربنا بيكرم في الجواز وفي البنى، لما تيجي تبني ربنا بيعين الله. ما تعرفش منين تلاقي كان معاك بادجت كده فلوس أو مبلغ على قدك، وتلاقي وقت ما جيت تبني
ربنا فتح لك ابواب ما تعرفش منين. بتشتغل شغلانه جالك فلوس ما كنتش متوقعها، كان لك فلوس ربك كرامه جات من بعيد. هتلاقي كل واحد كده مع ربنا له بعض المواقف اللي تحس ربنا بالفعل في الموقف ده بيكرم. ايضا الجواز، بقول كده لو جبنا ورقه وحطينا تكلفه الجواز، الشقه وفرش وشبكه ومصاريف وفرح واكل وشرب والكلام ده، هنقفل الورقه ونقول ايه خليلي كده احسن. تلاقي ربك كرم في وقت الجواز وعدت على خير واتجوزت. بعد ما تخلص لو عملت حسبتك ورجعت هتقول والله الرقم ده لو كان موجود قبل ما اتجوز وانا عارفه والله ما كنت اقرب. على فكره منين؟ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، والناكح يريد العفاف كان حقا على الله عونه. يا الله، الكلام اللي بيتقال ده تمام، مصدره سنه سيدنا النبي صلى الله عليه الله وسلم عليه، والناكح يريد العفاف كان حقا على الله تمام عونه. والله يا دكتور بمناسبه الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله ده، وحضرتك بتأصل فينا حاجات جميله جدا بتحيي في قلوبنا، وانا اقسم بالله ثلاثا غير حانث تمام، اني في لحظه من اللحظات وقف رجل، وكنت في المترو، وقف تمام رجل وقال يا جماعه والله انا خارج عندي كذا، عندي مرض في القلب وعندي الضغط وعندي السكر وعندي كيت كيت وكيت، وخرجت عشان عندي خمس بنات عاوز اربيهم بالحلال، خرجت ابيع شوكولاته زي ما انتم شايفين التلاته ب10 جنيه تمام، فاللي هياخد منه مني كانه تصدق علي وعلى البنات، والله قال كده تمام. فانا في لحظه قلت يعني والله في نفس اللحظه حاجه عجيبه جدا يا دكتور. ايوه قلت خلاص يعني طبعا اتكلم يعني جزا الله خير الناس اللي ساهمت طبعا. لقيت واحد واثنين وثلاثه بعد ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حطيت ايدي في جيبي وبطلع وبديله، والله نويتها لله، بطلع بديله صدقه، قلت لله سبحانه وتعالى قبل والله ما يطلع الشوكولاته يديها لي، جالي تليفون ايوه برزق عظيم جدا جدا لم اكن اتوقعه في نفس التو اللحظه، لم اكن اصدق يعني. هذه لمن كان عنده شك، يا الله واحد في المليون اتعامل مع الكريم والكريم يعطي على قدره، يا الله والله يا دكتور حاجه عجيبه جدا. في نفس اللحظه والله قبل ما ياخد منه هو بيستلم كده الصدقه، أيوه التليفون جه، رديت على التليفون قال في كيت وكيت وكيت وكيت، رزق عظيم لم اكن اتوقع، خير ليك، خير عظيم جدا التوقع. وابدا ابدا من صدق مع الله، ولا ادعي صدقا ولا ادعي، لكن انا بقول الكلام ده للساده المشاهدين. ليه؟ ممكن واحد دلوقتي يقول لك طب انا لو طلعت ال 50 جنيه دي لله، ولا 100 جنيه ولا 1000 ولا 10 للمسجد ده، طب ما انا ممكن احتاج في دخله رمضان كده. والله من انفق يبتغي وجه الله مخلصا لله، يبتغي انه يريد صدقه جاريه، يبتغي انه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والله ليفتحن الله له باب رزق الله وباب خير وباب الله عوض لم يكن يتوقعه ابدا. الله زي ما حضرتك تفضلت من شويه كده قلت مال ما كنتش متوقعه، فلوس كانت دين وما كنتش عارف تلمها، كثير من هذه الامثله. على فكره الناس اللي بتتفرجوا علينا الغاليين المحترمين مؤمنين بكلامك 100%، مقتنعين بيه 100%، التجارب حقيقيه، علشان هو الكلمه دي بقى نعم، علشان هو بالفعل حصل معاهم كده نعم. على مدار السنين هتلاقي كل واحد لو قعد مع نفسه كده وبيحكي لواحد صاحبه على الكلام اللي احنا بنحكيه هيقول لك والله انا حصل معايا كذا كذا كذا. واقول لحضرتك حاجه يا دكتور بعد اذنك، كل المخاوف التي يجددها الشيطان تمام في ذهنك أيوة حينما تبادر الى معروف او انت متوكل على الله في قضيه ما، في مساله ما، في مشكله عندك ومتوكل على الله وعندك يقين واخذت بالاسباب، اخذت بالاسباب والله 99% و9 من 10 من المخاوف التي يزفها الشيطان ويزيغها في ويعني ينفثها في اذنك وفي وسواسك والله لا تحدث، والله لا تحدث سبحان الله. لكن هو بس انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. لا اله الا الله، اسمح لي بقى اقول الايتين دول أيوة عشان نثبت يقيننا، احنا محتاجين كده. الايمان بيزيد وينقص يا دكتور، صحيح، وكلنا يعني قلوبنا بين اصبعين من اصابع الرحمن تمام. قال الله تعالى في القران الكريم ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم،
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ربنا يكرمك يا مولانا. اوعى تخاف من بكرة، لأن بكرة عند المولى تبارك وتعالى، بس اعمل اللي عليك. علشان لو انت خايف من بكرة، شوف السنين اللي فاتت دي كلها عدت ازاي. عدت برضو ببركة المولى تبارك وتعالى. ولا تخاف على رزق العيال، ويا ترى العيال لما يكبروا هيحصل ايه. اوعى تفكر كده. ناس كتير كانوا مفكرين والابن اتجوز وخلف وبقى مع اولاد واشتغل في وظيفة. انا كأب عمري في حياتي ما كنت اتوقعها. اوعى تخاف من بكرة، دايما ارمي حمولك على رب البشر. الله. وهو خلاص كده افضل سند ليك. واوعى تمشي ورا الشيطان يسرح بيك وياخدك كده بافكار، يا ترى طب انا راتبي دلوقتي كذا، والواد يا عيني هيدخل الجامعه اجيب منين، طب الواد بعد كده هيبقى عايز يتجوز، انا هبقى مقصر في حق الواد. اوعى توصل للمرحله دي. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نحن نرزقهم أيوة. واياكم هم طبعًا. ان ربا كفاك ما كان في امسك سيكفيك ما قد يكون الله في غدك. الله، ده هو وجود الابن اللي عندك ده هو اصلا الرزق ليك، وهو سبب اصلا. فاوعى تخاف هجيب له منين باذن الله تعالى. ربنا يا رب يكرمنا جميعا ويحفظكم دايما يا رب. اللهم امين. اتفرجنا مع بعض عن تقرير عن مجمع التوحيد الإسلامي. هنشوف دلوقتي مسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي موجود في قرية زنانيري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، ونرجع نكمل معاكم في دنيا ودين. اهلا بحضراتكم، مكملين معاكم باذن الله في دنيا ودين. اتكلمنا عن مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قريه زنانيري مركز اولاد صقر بمحافظه الشرقيه. مساحه المسجد 500 متر زي ما حضراتكم شايفين اليافطه اللي ورايا والمسجد ايضا اللي ورايا. المسجد من شهرين ما كانش موجود، كنا في مرحله الاحلال، النهارده في مرحله البناء والتجديد مره اخرى في خلال شهرين زي ما انتم شايفين كده. هنشوف حبايبنا واهالينا في مركز اولاد صقر وصلوا لإيه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في قرية زنانيري، علشان الموضوع يكون معاكم صوت وصورة بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. دايما كنت بقول اللي عايز يتواصل مع المؤسسة أو يساهم في بناء مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي موجود في قرية زنانيري مركز أولاد صقر محافظة الشرقية بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة. طيب إحنا جينا النهاردة وحضراتكم ممكن تيجوا بنفسكم علشان تشوفوا إيه اللي بيحصل بالظبط على أرض الواقع. ده المسجد زي ما إحنا شايفين، أهالينا وحبايبنا اللي شغالين في المعمار شغالين فيه، شايفين العمدان الخشب إزاي، كل شيء الحمد لله في مرحلة عظيمة جدا جدا. الكلام ده كله في خلال شهرين، ومعنى كده الحمد لله ان صوتنا واصل لاهل الخير، وان دايما اهل الخير موجودين. الخير في وفي امتي الى يوم الدين، هو ده اللي بيحصل بالظبط. تعالوا نشوف كمان حبايبنا بيعملوا ايه داخل المسجد النهارده. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ صوم طيبين، ربنا يعينكم ويكرم رب اللي بتعملوه ده في ميزان حسناتكم. يعني الحمد لله العمل قائم واهالينا شغالين زي ما انتم شايفين. بنقول ده كله على مدار شهرين، واحنا في ايام مفترجه، ايام جميله، داخلين ان شاء الله على شهر شعبان وشهر رمضان المبارك. فعايزين اهالينا اللي موجودين في قريه زنانيري يكون لهم نصيب ان شاء الله. يتم عمليه تسقيف المسجد ان شاء الله، وعمليه الانتهاء من الجدران زي ما انتم شايفين اخواتنا البنيين شغالين النهارده في الحجاره بيقفلوا بالطوبه. فعايزين قريب جدا جدا يكون لهم نصيب عمليه الانتهاء من مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، لان الانجاز عظيم. وانا عايز الكاميرا كده تدخل معايا وتكمل معايا توري الناس بس ايه اللي بيحصل في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. من اجمل المواقف لما جيت النهارده عشان اشوف مسجد الفاروق عمر بن الخطاب مقطورة الرمل اللي موجودة قدام حضراتكم. مقطورة الرمل اللي موجودة قدام حضراتكم دي
ست فاضلة زي أمهاتنا الناس الطيبين جاية من القاهرة والله بتاكسي مخصوص وجايبة هنا مقطورة رمل حد من قرية الزنانيري طبعا شاريين الرمل من منطقة لكن هي اللي مسؤولة وجاية بالتاكسي مخصوص على أساس توصل مقطورة الرمل لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب وتقول أنا متابعاكم وعارفة أنتوا بتقولوا كل كلمة وكل حرف في دنيا ودين ده شيء أسعدنا جدا 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 إن الحمد لله صوتنا موجود وإن أهل الخير بالفعل موجودين. السلام عليكم يا جماعة، شلون طيبين؟ السلام عليكم، قرب كده كل سنة طيب. بارك ايه؟ الحمد لله. تعرف بيك. معاك عبدو سعد فتاح. اهلا بيك يا حاج عبدو. اشرح لي بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. والله احنا كنا بقالنا شهرين شغالين في المسجد ان شاء الله يعني وصلنا للانجاز العظيم. تمام. وبقي يعني انتهينا من صبت الصندره والميده والارضيات. تمام. ان شاء الله. ان شاء الله دخلنا على صبه السقف الكبير فاحنا في امل في ربنا عز وجل ثم في اهل الخير. ربنا عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني اللي عاوزين يعملوا خير، اللي حابين عمل الخير، واللي حابين بناء المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا ولو كمصحف قطاع، يعني لو كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنه عليه الصلاه والسلام. اكيد يعني كلام الحاج عبده زي ما بيقول والواقع بيقول كده، بيقول الحمد لله. يعني ده يا جماعة بقول في خلال شهرين الحمد لله كان المسجد كان عملية إحلال وتجديد مرة أخرى في خلال شهرين. الصرح العظيم اللي حضراتكم شايفينه معانا كده أهالينا أهوت، كل سنة طيبين يا جماعة وربنا يقويكم ويعينكم، شغالين زي ما أنتوا شايفين مع بعض. ده مجهود عظيم جدا، ده بفضل ربنا دايما وبكررها بكتير، وبفضل أهل الخير اللي دايما بيساهموا في عمل الخير. مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قرية الزنانيري مركز أولاد صقر، بنقول في خلال شهرين تم الشكل اللي حضراتكم شايفينه. من لا يشكر الله لا يشكر الناس، كل الشكر لأهالينا المحترمين اللي بيتفرجوا علينا. لكن المرحلة اللي جاية عايزين زي ما انتم شايفين آخر حاجة وصلوا ليها العمدان اللي مصبوبة دي، عايزين بقى عملية تسقيف أو عملية الصبة بالنسبة للسقف. عايزين لان في هنا مكان مصلى للسيدات هيكون عباره عن دورين، اما المسجد الرئيسي بيكون دور واحد، فعايزين خلاص نقفل الليله وخصوصا اللي احنا داخلين على ايام مفترجه باذن الله، ويكون لهم نصيب ان هم يصلوا صلاه التراويح في رمضان باذن الله. عايزين 15 طن حديد، عايزين اسمنت، عايزين زلط، عايزين حاجات كتيره جدا بفضل المولى تبارك وتعالى وبفضل حضراتكم، لان عندنا يقين باذن الله ان بيت من بيوت الله هيتم الانتهاء منه في القريب العاجل ان شاء الله. دايما بقول اللي عايز يتواصل معانا بيكون من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، او لو عايز يجد نفسه ويشوف الواقع اللي احنا شفناه النهارده عشان يحكم بنفسه المسجد محتاج ايه، بيكون العنوان قريه الزنانيري مركز اولاد صقر ومحافظة الشرية بإذن الله. ويا رب في القريب العاجل كلنا نصيب، كلنا نكون مع بعض في افتتاح مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين. بنقول فكرة إحنا ليه بنوصل لمرحلة يعني بنقول ليلة النصف من شعبان ليلة مهمة جدا، خلاص انتهت وعدت وكأن شهر شعبان انتهى. متخيلين ليلة القدر؟ أحيانا يعني البعض بيقول أو الأرجح ممكن تكون ليلة 27، بس ممكن تكون ليلة 29. تلاقي ليلة 27 المساجد مزدحمة جدا جدا جدا، يوم 28 كأننا خلاص خدنا الأجازة. تمام. طيب الأعمال ترفع في شهر شعبان، هل ما زال قدامنا فرصه قبل العمل ما يرفع؟ اكيد. ولا ليله النصف من شعبان انتهت وكل شيء انتهى، ونبدا بقى نستنى ونكثف العباده في اول يوم في رمضان؟ ده سؤال مهم جدا اكيد اللي هيجاوب عليه مولانا الغالي والفاضل والجليل الشيخ عيد اسماعيل. اتفضل يا مولانا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الرحمه، وربنا سمى نفسه من اجلنا نحن الرحمن الرحيم.
والله سبحانه وتعالى من عظمته وكرمه وفضله علينا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذن القضية قضية أنه متى تبادر أنت بالدخول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنت الذي تحدد متى تبدأ اللقاء، وأنت الذي تحدد متى ينتهي، أنت الذي تحدد متى ترفع يداك إلى الله سبحانه وتعالى. الذي قال في القرآن الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لابد أن يفهم كل إنسان ولو كان فاجرا ولو كان أفجر أهل الأرض أن له عند الله سبحانه وتعالى مكان، وأن باب التوبة مفتوح مهما فعل. الذي قتل 100 نفس عاد إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل بقى مرت ليلة النصف أو مرت ليلة القدر، يا أخي لعل ليلة قدرك أنت تكون ليلة 29 شعبان، تكون الليلة، تكون ليلة، تكون النهار، تكون بكرة. صحيح. متى استحضرت خشية الله في قلبك؟ متى بكت عينك من خشية الله؟ وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن القضية قضية أنت لا تدري متى يفتح لك باب خيرك وباب رحمتك وباب عتقك وليلة قدرك. يا دكتور، هو لو جت ليلة 27 لامرأة حائض تحرم فضل ربنا؟ تحرم الخير؟ هل لو جاءت ليلة 27 لرجل طلع مهمة عمل وهو طول الشهر بيقوم الليل في سفر على سبيل المثال وأفطر في نهار شهر رمضان وهو لم يكن صائما، أفطر لعذر أو مريضة فلم يستطع أن يقيم الله، هيحرم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن الكريم الحق العدل، والله الذي لا إله غيره لا يحرم. لذلك سادتنا العلماء قالوا: لعل لكل واحد منا ليلة قدره. سبحان الله. خذ بالقياس: لعل لكل واحد منا ليلة عتقه من النار. الذي مشى في الطريق فأزاح الشوك عن طريق الناس غفر الله له، لم يقل في ليلة القدر. تمام. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حديث: اقرأوا سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة. تمام. فمن قرأها أضاء له نور ما بين الجمعتين، وفي رواية ما بينه وبين البيت الحرام. تمام. أنا دلوقتي أقول الكلام ده هل فقط في يوم الجمعة؟ والله فريق عظيم من العلماء ومن جمهور أهل العلم قال في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. إيه رأيك بقى؟ أكيد طبعا. إيه رأيك؟ أكيد. إذن فضل الله واسع طبعا. ولا تضيق واسعا ولا تقنط من رحمة الله. صحيح. وأنا لو قرأت سورة الكهف يوم السبت أو يوم الأحد أحسن، وتوفانا الله مثلا يوم الاثنين أحسن، يبقى كده الأجر اللي كنت والثواب اللي كنت هاخده هنا مش هاخده هنا؟ مستحيل طبعا. مستحيل. ربنا كريم. أنا قلنا الكلام ده ليه؟ علشان كلمة الشيخ عيد دايما: فبادر بادر، بلاش عملية التسويف والتأجيل. لو مخاصم حد روح بادر وصالحه، لو حد له حق عليك اديله حقه، لو ناوي تعمل خير ابدأ وما تأجلش، ما تقولش لما اوصل 60 سنة وبعد المعاش هبقى اعمل الكلام ده، الله اعلم هنعيش لامتى. تمام. في كل مجالات عمل الخير بادر، بلاش تأجل. زي اللي بيقول لك اصلي بكره او بعده، والله اعلم ممكن يجي بكره او بعده وهو نفسه اللي ما يجيش. احسنت يا دكتور. للاسف. أحسنت يعني. أحسنت يا دكتور. طيب بنقول خلاص، كل عام وحضراتكم بخير. يعني رمضان كلها ايام بسيطه، وان شاء الله يهل علينا شهر رمضان. فجمعيه عمر بن عبد العزيز بتستعد بكراتين رمضان، بشنطه رمضان. اي حد عايز يتواصل معاهم في ويشارك في الخير دايما بيكون من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، او لو حضرتك عايز حد من مؤسسة بيجي لك كراتين رمضان، شنطة رمضان، مسجد التوحيد، مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، أيا كان نوع الخير اللي عايز تتواصل معنا وتشارك فيه، يا أهلا بيك. وربنا يا رب دايما يجعلكم سبب في الخير جميعا، زي ما احنا شايفين مع بعض كده شنط رمضان اهيت على الهواء، وده بتستعد بيه مؤسسة عمر بن عبد العزيز. وعلى فكرة التقرير ده من تقريبا يعني من 2 3 أسبوع تقريبا. نعم. كان معها حتى الشيخ. نعم. عيد يعني. نعم. فمعنى كده الناس من بدري بيستعدوا لعمل الخير لشهر رمضان بإذن الله تعالى. طيب مولانا، أعتقد التقرير ده أنت كنت بتكلم فيه كمان يعني.
رأينا بأعيننا أناسا عندهم مصداقية، عندهم حب للخير، عندهم مسارعة. عايز أقول لحضرتك لفت نظري جملة قالها أحد يعني المؤسسين في المؤسسة جمعية سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال والله بيجي لنا مساجد تحتاج العون غير المسجدين دول، ومع ذلك بنساعد صحيح. ونساهم بدون أن نقول لأحد شيء. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، ويلا إيد بإيد وكتف بكتف حتى نلتقي مع سيدنا رسول الله على باب الجنة. اللهم أمين. إيد في إيد وكتف في كتف وحياة كريمة، ودايما ربنا يا رب يقدرنا جميعا في عمل الخير، ونكون دايما ماشيين كده في الخير. أفضل حاجة أن ربنا يكرمك أنه يستعملك ولا يستبدلك، وتلاقيك دايما ماشي في طريق الخير وعبادة جبر الخواطر. واعرف انك لما بتمشي في حاجة زي كده ربنا يجبر بخاطرك، وربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا. اشكركم شكرا جزيلا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.